السلام عليكم يا شباب، منورين. النهارده باذن الله هنتعلم تقنيه مهمه جدا وفي ناس كتير طلبتها مني. يا كابتن، ازاي ندافع عن نفسنا؟ كيف يا كابتن ندافع عن نفسنا لو حد اعتدى عليا ومسك ايدي الاثنين اش 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 بالشكل ده؟ اوكي، هناخد الطريقه يا شباب ونراعي فعلا ان ممكن يواجهك اي حجم، تمام؟ ولكن اصعب شيء لو واجهك حجم مثلا ضخم زي محمد شويه او طويل وهكذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، اول حاجه لازم انوه عليها الدايركت واي. وقبل الدايركت واي يا شباب، قبل الطريقه المباشره يعني، لازم تبعد عن المشاكل، لان انت بتتعلم الدفاع عن النفس. يعني لازم تكون انسان مظلوم، تمام؟ مش ظالم. المهم، ما علينا. لو في حد ماسكني بقوه من ايديا الاثنين، من ايدي الاثنين بالشكل ده، اول حاجه بحاول اقول له لو سمحت انا مش بتاع مشاكل، انا مش عاوز اتخانق معاك لو سمحت. اوكي، حذرته مره واثنين وثلاثه وللاسف. طب لحظه يا عم، انت منفعل كده ليه؟ طيب قرب مني بس نشرح للناس. اوكي، انا حذرته مره واثنين وثلاثه ومفيش فايده. طيب، لو الشخص ده يعني صاحبي بيهزر معايا او اي حاجه زي دي، بحاول ان انا اضربه مش بعنف. لكن لو حد لا قدر الله شباب معتدي عليا جامد او عاوز يأذيني او اول حاجه افكر فيها شباب وهي الطريقه المباشره. يعني هو ماسكني بالشكل ده، الطريقه المباشره اني انا رجلي هتقدر تطول نقاط الضعف. عندنا شباب قصبه الرجل، عندنا الركبه، عندنا الفخذ، عندنا تحت الحزام، وعندنا يا شباب الراس او الضلوع. المناطق دي كلها ممكن اركز فيها. انا لو هعرف اطول المنطقه ديت هضرب هنا واحد، اوكي، هضرب في الركبه اثنين، هضرب تحت الخصيتين، اوكي، ممكن اقرب منه واضرب هيد بوت براسي اش، تمام. طيب، لو واحد صاحبك بيهزر معاك وانت مش عاوز تاذيه جامد، او واحد صاحبك يعني ماسكك ماسكه شديده وانت مش عاوز تاذيه جامد، ممكن اضرب في الركبه او في القصبه، لكن ما نضربش تحت الحزام. طيب، فنفترض ان واحد بقى اقوى مني بجد وانا مش عارف اطول في اي منطقه ومفتري عليا جامد، اهو مسكني جامد يا محمد كده، بص وانا مش عارف اطوله، اطول مني مثلا، مش عارف اطوله خالص. ليه؟ لانه هنا بصوا يا شباب ماسكك، هو يعني انت ممسوك بالايد الاثنين، هو هنا فين نقطه الباور؟ نقطه القوه هنا في التوازي. يعني ايه التوازي؟ معلش يا محمد، يعني ايدك الاثنين وايده هو كمان الاثنين شايفين موازيين لبعض بالشكل ده، موازيين لبعض في الشكل ده يا شباب، خط واحد، هي دي القوة. القوة دي احنا دلوقتي محتاجين نعمل خلل في التوازن. يبقى يا شباب قوة التوازن في التوازي ده، التوازي ان الايدين في خط واحد. فالشخص القوي ده انا محتاج اعمل حاجتين. اول حاجة ان انا هلعب في التوازن بتاعه، هعمل له فقدان وخلل في التوازن، ان انا هغير اتجاهات ايده. لما اغير اتجاهات ايده يا شباب، لما اغير اتجاهات ايده بالشكل ده، هقدر اخش جوه جسمه، هقدر اخش جوه نقاط الضعف، وساعتها هعرف ادافع عن نفسي. هنشوف دلوقتي. يبقى اول حاجه زي ما اتفقنا الطريقه المباشره، لو هعرف اطول نقاط الضعف على طول هضرب، اوكي؟ لكن لو هو بقى ماسكني بقوه، مسك قوه يا محمد وانا اهو، لو فضلت اقرب مش هتعرف. هنا بص واعمل ايه؟ هسحب ايد ريلاكس خالص وهسحب ايد كده مثلا، بصوا، وهفضل اقاوم معاه. لحظه يا محمد، ايه هي المقاومه؟ شده المقاومه هو المفهوم الذي يقاس عليه يا ربي كميه الضرر. وشده المقاومه يا شباب هو مفهوم القوه، ان انا هفضل اكمل معاه او امسك جامد يا محمد، وانا مش لو انا فضلت عامل نفس الحركه مش هوصل له. هعمل بقى خلف التوازن، هجيب الايد تحت فوق يمين شمال، اهو بصوا قربت منه، وانا هنا بقى هش اهو هش هش هضرب ضربات اهو متتاليه. يبقى هي الفكره هنا ان انا هفقد التوازن بتاعه. الايد اهو ماسكني بقوه بالشكل ده، ما تحركش ايدين مع بعض، لا اهو بص امسك محمد بقى خلي شكله شويه، اهو بصوا اهو غير التوازن كده، غير افتح الايد ارجع افضل شنك، بص تقعد تلعب كده معايا اهو، شايفين تقعد تغير اتجاهات الايد بالشكل ده اهو. ادخل بقى جواه كده، انا وصلت لنقاط الضعف، هضرب تحت، هضرب هنا، هضرب هنا، اش اش اش، خلصت من الحركه بكل سهوله. يبقى يا شباب الموضوع كله هما طريقتين، الطريقه المباشره وطريقه فقدان التوازن، افضل اغير في اتجاهات ايده وبعدين هعرف اوصل للويكنس بوينت بتاعه. دايما تحاول تخليك مظلوم مش ظالم. و اش ها تنشمان خاو بيس.